ياسين شاب دفعته أهواء التدخين للإدمان، ها هو اليوم بخطى ثابتة يشق طريق العلاج لطي صفحة الماضي نحو بناء مستقبل أفضل. أنا كنت مدمن سابق عن المخدرات ودمرت لي حياتي بزاف، والآن الحمد لله استطعت أني نعاود ندير صفحة جديدة. تلقينا بعض النتائج الإيجابية ونولينا نتابعوا حالات داخل المركز وخارج المركز بطلب منهم أنهم ما يخضعوش للعلاج الطبي. بدلنا لهم البيئة اللي كانوا يتواجدوا عليها واللي كانت هي السبب الرئيسي في إدمانهم ولا دخولهم في مستنقع المخدرات والإدمان بصفة عامة. مصالح الصحة وفعاليات المجتمع المدني نظموا يوما تحسيسيا لدق ناقوس خطر آفة تحصي مئات الحالات يوميا. المؤسسة العمومية للصحة الجوارية تسعى وتعمل جاهدا للحد والقضاء، خاصة ما لاحظناه في هذه الأشهر القليلة من كثرة انتشار المخدرات بشتى أنواعها. كثفت جهود كل جمعيات المجتمع المدني لتساند وترافق المركز الوسيط لعلاج المدمنين، لان عمله هو عمل جواري. كي نقولوا الوقايه صافي ما نوصلش حتى نمرض، كي نمرض تخوطاخ، انا ماذا بيا نحبسه وانا بصحتي باش ما نوصلش للامور لا يحمد عقباها. الوعي الجمعي مسؤوليه الجميع لوضع الحد لافه المخدرات التي اصبحت تشكل عبئا على الاقتصاد الوطني وتهدد كيان المجتمع الجزائري.